40UAE اكونت في انستغرام تاسس من سنتين، تاسس في 2016. الحمد لله يعني نحن نحاول كثر ما نقدر نجمع المصورين، سواء كانوا مصورين محترفين او كانوا حابين ان يدخلون في المجال او حابين يتعرفون على ناس في هذا المجال، نحن نجمعهم كلهم في منطقه معينه نحن نحددها ونعطيهم المجال ان يتفسحون في المكان او يتجولون في المكان وياخذون كثر ما يقدرون صور اللي هي فنيه او مثلا تكون يصورون بعض والامور هذه. والله ما في جدول يومي، نحن يعني نحاول كثر ما نقدر يكون اسبوعي، يكون على الويكند. او الاماكن اللي نختارها نختار اماكن تكون شعبيه اكثر، يعني نحاول نبتعد على الاماكن السياحيه عشان نراوي الناس شو هي الاماكن الشعبيه في الامارات، نطلع الاماكن الشعبيه او مثلا نقول الحياه اليوميه الاماراتيه الاصليه من خلال الصور، من خلال اللي هي التمشيات الفوتوغرافيه اللي هم الفوتو ووكس. طبعا نحن اهدافنا ان نحن نخلق مجتمع للمصورين، نسوي مثل شبكه ان اللي حاب يتعرف على المصورين، ولا مثلا في مصور جديد حاب انه ياخذ معلومات، حاب انه يتعرف على مجموعه مصورين، حاب انه يكتسب خبرات، فنحن نكون المجتمع هذا ونجمعهم مع بعض في اماكن حلوه ما يقدرون هم روحهم يروحون لها، صعبه شويه. ويعني لتبادل خبرات المصورين، واللي حاب يتعلم يتعلم، واللي عنده خبرة يزيد من خبرته. أسعارنا نحن في photo.uae تكون أسعار رمزية إذا نحن عندنا مصاريف للرحلة، يعني مثلا بنأجر باص، بنروح ليوة، بنسير خورفكان، ناخذ التكاليف الرمزية للأشياء اللي نحتاجها من أكل، من مواصلات، من أمور، لكن نحن يعني ما نحط مبالغ ولا ناخذ عن الناس شيء حقنا نحن. النتائج اللي نحن حصلناها في هاي السنتين ان نحن تعرفنا على كميات كبيره من مصورين حتى خارج الدوله، اللي ساعد اختنا علا اللوز ان تنظم فوتو ووك في لندن، وهذه واحده من الانجازات الصراحه. وقادرين نحن نراوي المصورين العالميين اماكن في الامارات غير سياحيه ما يقدرون يوصلون لها، ونراويهم اياها من نظره فوتوغرافيه.